انابيب. ليه؟ كل ما بنيجي نقول لك مفيش انابيب. بقالك كم يوم او فتره زمنيه؟ ثلاث ايام بقالي. عشان انبوب. عشان انبوب. يعني تكون متوفره عندي. مش عارفين ايه تكون من ايه يعني. ازمه دايما ده اخذ مشروع من المشاريع الخارجيه. بتاخد حصه تفكير يوميه؟ لا لا طبعا. ليك فتره قد ايه؟ ثلاث اسابيع. طب بيقولوا لك ايه الاسباب؟ مفيش غاز. يعني الغاز معجز. طب بتخفض اسم النسبه كام لكام؟ 60 انبوبة يومية دي انا عارف. بس ما ناخدهاش. ما بتاخدهاش. 20-25 ما ظننا الحد. ما ظنين هنا بتوصل للفرن زي ما انت بتشوف. ثلاث عربات اربع عربات وكده مش هوصل انا المواطن. وهل ده بيأثر على معيشتك برضه؟ طبعا. لما انت بتبيع ال 60 غير لما تبيع ال 25 لان محسوبة عليك برضه. ايوه. فده برضه بيضايق عليك انت حتى في الرزق. انا تبع وبنزين وزيت على العربيه. على العربيه اخرها من فين؟ حتى الميت العام مش الدرجه. 20 انبوبه 20 زي 60 اكبر.